السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأحبائي الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما. معاكم ممدوح مصطفى من برنامج عشاق مقنن السيارات، أعمل لكم فيديو جديد. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك بتاعتك الجميلة وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وزي ما قلت لك لو فعلت زر الجرس وصلك كل جديد. مش هتخسر حاجة إذا اتفرجت على الفيديو، ومش هتخسر حاجة برضو لو ما اتفرجتش على الفيديو. هنقارن النهاردة بين رينو ميجان أعلى فئة تيربو وهنداي إلنترا الفئة الخامسة 2021. بالنسبة للسعر الرسمي رينو ميجان 383 ألف جنيه، أما بالنسبة للإلنترا سي إن 7 387 ألف جنيه. سعة المحرك رينو ميجان 1200 تيربو سي إن 7 1600 سي سي. قوة المحرك بالحصان رينو ميجان 130 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، في حين السي ان 7 126 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة. العزم الأقصى للدوران بالنسبة لرينو ميجان 205 نيوتن عند 2000 لفة في الدقيقة، في حين السي ان 7 155 نيوتن عند 4850 لفة في الدقيقة. عدد السلندرات بالنسبة للعربيتين هو 1-4، عدد الصبابات بالنسبة للاثنين 1-16. ناقل الحركة بالنسبة لرينو ميجان دول كلاتش مكون من 7 سرعات اوتوماتيك، أما بالنسبة للسي ان 7 اوتوماتيك كلاسيك مكون من 6 سرعات. نوع الجر بالنسبة للعربيتين أمامي سعة خزان الوقود بالنسبة لرينو ميجان 50 لتر، في حين السي ان 7 53 لتر. متوسط استهلاك الوقود في 100 كيلو بالنسبة للاثنين هو 1.66. نوع الوقود بالنسبة للعربيتين هو 95 أو 92، وطبعا زي ما قلت لك قبل كده على حسب إمكانية صاحب السيارة. التسارع من 0 ل 100 كيلو في الساعة بالنسبة للرينو ميجان 9.9 ثانية بتتسارع من 0 ل 100 كيلو، أما السي إن 7 بتتسارع من 0 ل 100 كيلو في 11.9. السرعة القصوى في العداد بالنسبة للعربيتين 1.240 كيلو، أما بالنسبة لنمط العربيتين فهو سيدان. عدد المقاعد بالنسبة للاثنين 1 هو 5، عدد الأبواب بالنسبة للاثنين هو 4. سعة الشنطة الخلفية بالنسبة للرينو ميجان 508 لتر زائد شنطة كهربائية. بالنسبة للسي ان 7 474 لتر. شفتات في الطارة مش موجودة في الاثنين، الطارة مصنوعة من الجلد بالنسبة للاثنين. فرش الكراسي بالنسبة للرينو ميجان هو مصنوع من الجلد، أما السي ان 7 مصنوع من القماش. مساند رأس أمامية وخلفية موجودة في الاثنين. إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية موجودة في الرينو ميجان ومش موجودة في السي ان 7. التحكم في ارتفاع كرسي السائق موجود في الاثنين. زجاج كهربائي أمامي وخلفي موجود في الاثنين. درج تخزين أمامي موجود في الاثنين. قفل مركزي للأبواب موجود في الاثنين. نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك موجود في الاثنين. حامل أكواب أمامي وخلفي موجود في الاثنين. مفتاح بصمة موجود في الاثنين. مسند يد أمامي وخلفي موجود في الاثنين. مرايات جانبية كهربائية موجودة في الاثنين، بس بتزيد في الرينو ميجان سخانات بالمرايات. مرايات تعتيم إضاءة داخلية موجودة في الرينو ميجان ومش موجودة في السي إن 7. ضم المرايات كهربائيا موجودة في الاثنين. إشارات بالمرايات الجانبية موجودة في الاثنين. مقابض خارجية من النيكل موجودة في الرينو ميجان مش موجودة في السي إن 7. فتحة سقف كهربائية بانوراما موجودة في الرينو ميجان، فتحة سقف كهربائية عادية موجودة في سي ان 7. مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية مش موجود في الاثنين، مساحات زجاج خلفية مش موجودة في الاثنين. بلد تجميع وتقفيل الرينو ميجان هي تركيا، وبلد تجميع وتقفيل سي ان 7 كوريا الجنوبية. كراسي كهربائية موجودة في الرينو ميجان، كرسي كهربائي زائد مساج، أما بالنسبة للسي ان 7 مش موجود. سخانات حرارة بالكراسي مش موجود في الاثنين. فوانيس أمامية ليد نهاري موجودة في الرينو ميجان، هالوجين زائد ليد نهاري موجودة في سي ان 7. فوانيس خلفية ليد موجودة في الاثنين. حساس أمطار موجود في الاثنين. كشافات أمامية زينون موجودة في الرينو ميجان مش موجودة في السي ان 7. فوانيس حساسة للإضاءة موجودة في الاثنين. نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات مش موجود في الرينو ميجان، موجود في السي ان 7. بالنسبة لنظام الفرامل في الرينو ميجان اللي هو الاي بي اس والاي بي دي والبي اي اس، اما بالنسبة للسي ان 7 هو الاي بي اس والاي بي دي فقط. انظمة صعود الطرق موجود في الرينو ميجان الاتش اس اي لكن مش موجود في السي ان 7. انظمة التحكم في الثبات موجود في الرينو ميجان الاي اس بي لكن مش موجود في السي ان 7. فرامل يد كهربائية موجودة في الرينو ميجان لكن مش موجودة في السي ان 7 الفئة الخامسة. وسائد هوائية للسائق موجود في الاثنين. عدد الوسائد الهوائية بالنسبة للرينو ميجان 6 وسائد هوائية، أما السي إن 7 2 فقط. التحكم في غلق الوسائد الهوائية موجود في الرينو ميجان لكن مش موجود في السي إن 7. نظام إمبولايزر ضد السرقة موجود في الاثنين. إنذار ضد السرقة مش موجود في الرينو ميجان لكن موجود في السي إن 7. كاميرا خلفية موجودة في الاثنين. مثبت سرعة موجود في الاثنين بس بيزيد في الرينو ميجان زائد محدد سرعة.
انظمه انظمه النظام الصوتي في العربيتين هو واحد، اللي هو الاي يو اكس واليو اس بي والسي دي، وعدد السماعات بالنسبه للرينو ميجان 8، اما بالنسبه للسي ان 7 6. مدخل بلوتوث موجود في الاثنين. شاشه معلومات بالنسبه للرينو ميجان 8.2 بوصه تاتش ار لينك زائد خرائط، اما بالنسبه للسي ان 7 8 اندرويد اوتو زائد ابل كار بلاي. كمبيوتر رحلات موجود في الاثنين، بتزيد في السي ان 7 زائد شاشه 10.2 بوصه. تحكم في الصوت من الطاره موجود في الاثنين، ولاعه زائد مخرج كهرباء موجود في الاثنين، بس بتزيد في السي ان 7 زائد شاحن واير بليس. نور بالشنطه الخلفيه موجود في الاثنين، بس بيزيد في الرينو ميجان زائد اضاءه داخل السياره. الروف راك مش موجود في الاثنين. تكييف امامي وخلفي موجود في الاثنين. انوار ترحيبيه موجوده في الرينو ميجان لكن مش موجوده في السي ان 7 الفئه الخامسه. زجاج فمي نازل من الفابريكا موجود في الاثنين. اماكن تخزين بالابواب الاماميه والخلفيه موجوده في الاثنين. حساس ركن خلفي موجود في الرينو ميجان، اما بالنسبه للسي ان 7 حساس ركن امامي وخلفي. الارتفاع بالنسبه لطول العربيه الرينو ميجان 4 متر 632، اما السي ان 7 4 متر 675. عرض الرينو ميجان 2 متر 58 اما سي ان 7 متر 825. الارتفاع عن الارض الرينو ميجان متر 443 بالنسبه للسي ان 7 متر 430. مقاس الجنط في الرينو ميجان 17 اما سي ان 7 16، والجنوط في الاثنين جنوط رياضيه، وعاكس اضاءه خلفي موجود في الاثنين، فوانيس شبوره موجوده في الاثنين، اماميه موجوده في الاثنين، بس بتزيد في الرينو ميجان اوتوماتيك مع الدوران. انا قيم لكم دلوقتي العربيه رينو ميجان. رينو ميجان اداء الموتور 7/10، التصميم 9/10، الصالون 8/10، العفشه 8/10، القيمه مقابل السعر 8/10، التقييم الكلي 8. طبعا انا بحثت ودورت على تقييم بالنسبه للعربيه سي ان 7 ما لقيتش، فلما الاقي ولا لما الاقي طبعا هعمل لكم فيديو بتقييم العربيه سي ان 7. وكده اكون وصلت لنهايه الفيديو، واذا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميله بتاعتك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وزي ما قلت لك، اذا فعلت زر الجرس ووصلك كل جديد انت مش خسران حاجه لو اتفرجت عليه، وانت مش خسران حاجه برده لو ما اتفرجتش عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.